الحقيقة ما زلنا بنتابع مع حضراتكم التبعيات بالنسبة للاعتداء اللي حصل من الأمن الإسرائيلي على الرهبان المصريين أمام دير السلطان في أورشليم. والحياة طبعا الإدانات كانت من كل يعني زي ما بنقول من كل الكنائس، من كل الإبرشيات، بيانات متتابعة. وأهم بيان يمكن طبعا هو البيان اللي صادر عن البطريركية الأقباط بخصوص دير السلطان. وبرضو يمكن في البيان ده برضو كان فيه اهتمام بأنه يكون فيه نبذة عن النبذة التاريخية لدير السلطان. البيان رقم 3 بليز. فالبيان ده يمكن زي ما حضراتكم، احنا طبعا كان في برضو مجلس كنائس الشرق الاوسط، كان في بيانات من اماكن متعدده، ولكن اللي بيهمنا بشكل حسيس وبشكل يمكن دقيق طبعا البيان الصادر اللي كان حتى حكى عنه نيافه الانبا انطونيوس مطران القدس، بانه في بيان هيصدر عن البطريركيه نفسها التابع لها، دير السلطان او دير الملاك، بطريركية الأقباط الأرثوذكس القرصي الأورشليمي والشرق الأدنى. تحدثوا عن الأحداث الأخيرة إنه في يوم يعني، وبدأوا طبعا إنه كان الأمر التاريخي من إمتى يعني بدأت المشكلة، من يوم 22/9/2017 كان في حجر صغير سقط من سقف كنيسة الملاك ميخائيل وهي إحدى الكنيستين بدير السلطان نتيجة الترميمات الواقعة فوق سطح الكنيسة في المنطقة التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس، مما أدى إلى غلق الكنيسة بواسطة قسم المباني الخطرة ببلدية القدس الحين للانتهاء من الإصلاحات وإزالة الضرر بسقف الكنيسة. ومن العجيب ان جميع المشاورات المبدئيه والمعاينات الخاصه بمعالجه الضرر تمت بدون اخطار الكنيسه القبطيه مالكه العقار. هنا نشوف انه التوجه من الجانب الاسرائيلي ناحيه الاحباش يعني، ومهملين جدا يعني الكنيسه القبطيه المالكه للعقار. فطبعا توجهنا، وده بالتاكيد زي ما حضراتكم عارفين من نيافه الانبا انطونيوس ومن معه في البطريركية، أنه توجهنا للإدارات والسلطات المعنية للتعبير عن استيائنا لهذا التجاهل في المشاورات، فتوجه إلينا بعض المسؤولين لمناقشة إمكانية حل المشكلة. فالحقيقة يعني دي بداية المشكلة، وإن لغاية ما كان اللي إحنا شفناه كلنا الشكل المهين في التعامل واللي تم التعامل فيه مع الرهبان، بإنه كان الأمر لما فشلت المفاوضات باختصار كان لازم الأمر إنه يكون في وقفات سلمية يعني لمنع دخولهم، على اعتبار انه ما ينفعش يتم تجاهل الكنيسة المالكة لهذا العقار. عشان نفهم اكتر عن الموضوع ده، ويمكن احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت شوية وشفنا الفيديوهات وشفنا كل حاجة ونشوفها تاني النهاردة، لكن عايزين نفهم من نيافة الانبا انطونيوس ايه التطورات بعد كل اللي حصل الفترة اللي فاتت. معانا ومع حضراتكم نيافة الانبا انطونيوس مطران الكرسي الاورشليمي التابع للكنيسة طبعا القبطية الارثوذكسية. نيافة الانبا انطونيوس برحب بنيافتك معانا. أهلا بحضرتك كل المشاهدين. أهلا بحضرتك. في البداية نيافتك كنت اتكلمت إنه البيان هيصدر يشرح كل شيء، لو تدينا لمحة سريعة عن البيان اللي صادر عن بطريركية الأقباط اللي قدسك أو نيافتك مطران ليها، يمكن أنا قلت جزء بسيط. أنا برضو عايزة نيافتك تكمل يعني كلمحة يعني عن البيان، وأساسا كمان احنا عايزين نطمن من بعد الأحداث اللي حصلت دي خلال امبارح والنهارده ايه اللي تم. هو البيان شرح القصة بالظبط على موضوع دير السلطان من البداية، بداية سقوط هذا الحجر اللي حصل في سبتمبر 2017 تمام من سنة وشهر. الكنيسة بتاعت ملك ميخائيل يعلوها من فوق كنيسه او مقر لبطريركية الروم الارثوذكس اليونانيين، ففي اثناء الترميم فوق عند الروم حصل ان واحد من العمال انتزع حجر من القبه الاساسيه للكنيسه، فسقط، حصل بعض تصدعات صغيره كده في القبه وسقط حجر وسقط قليل من المحارة، يعني حاجه مسافه صغيره بتاعت 15 سم ب 15 سم، حي مساحه صغيره يعني. هيئه مباني خطره في البلديه لما عينت اصدرت قرار باغلاق المكان الكنيسه، والكنيسه لها اهميتها من ناحيه ان هي تعتبر الممر ما بين المرحله التاسعه من طريق الالام
وكنيسة القيامة، يعني اللي هو بيزور طريق الآلام كله بيمشي مرحلة مرحلة، يوصل للمرحلة التاسعة دي قدام بوابة الدير البطريركية عندنا، وقدام بوابة دير السلطان، يخلص نعم المرحلة التاسعة يدخل من خلال دير السلطان، يعدي من هذه الكنيسة عشان يوصل لكنيسة القيامة، يبتدي المرحلة العاشرة والحداشر إلى آخره. فالكنيسة تعتبر ممر، بالإضافة إنها مكان صلب. تمام هيئة المباني خطرة أصدرت قرارها بالغلق لحين التصليح، وأعلمت كل الأطراف بجواب كتابي لكل طرف من أطراف إحنا والروح والكنيسة الأثيوبية ووزارة الأديان بأن هذا المكان مغلق لحين الترميم، ويجب الترميم بسرعة خلال شهر. إحنا سارعنا عمل تعاقد مع شركة هندسية متخصصة في المباني الخطرة، المباني الأثرية، وأخذنا هذا التعاقد مع الرسوم الهندسية الخاصة من الشركة دي، وقدمناها للحكومة ولهيئة المباني الخطرة البلدية ولوزارة الأديان. طب تسمح لي نيافة الأنبا أنطونيوس، يعني احنا بنتكلم على من 2017، وكانت هل كل الوقت ده كانت مغلقة في الكنيسة الدير والكنيسة؟ كانت مغلقة، يعني كل لكن الوقت ده؟ الكنيسة دي الكنيسة لوحدها كانت مغلقة، لكن في كنيسة جنبها كانت شغالة والدير نفسه شغال. يعني الممر الخاص بالمرحلة التاسعة كان مغلق من سبتمبر 2017 لغاية يوم لغاية أيوه يومنا هذا. كان بيمر في ممر ثاني بس بعيد شوية، فالناس بتاخد لغاية المرحلة التاسعة وترجع تاني تلف لفة عشان توصل لغاية كنيسة القيامة. تمام. لما الحكومة رفضت أعلمتنا بخطاب رسمي إن الحكومة نفسها هي اللي هتقوم بعملية الترميم، نظرا لأن المكان عليه نزاع، فالحكومة كطرف محايد هي اللي هتقوم بالترميم. فإحنا وافقنا على أساس إن إحنا أصحاب المكان، طلبنا منهم يكون في بعض الشروط اللي إحنا نحطها، رقم واحد إن إحنا لازم كأصحاب المكان ندفع تكاليف الشغل عشان اثبت ملكيه المكان، رقم اثنين يكون في مهندس من طرفنا بيتابع العمل، رقم ثلاثه يكون في راهب من تبعنا برضه بيتابع العمل، وان يتم تقديم الرسومات الهندسيه من قبل الشركه اللي هي هتقوم بالتصليح علشان ما يحصلش تعدي للامور الحديثه، لان في رغبه عند الحكومه الاسرائيليه ترميم الدير كله. فاحنا طلبنا يكون في رسوم هندسيه تقدم لنا عشان نعرف مساحه الشغل اللي هيتعمل. تمام. برضه هذا الطلب قبل بالرفض من جهه الحكومه الاسرائيليه. طبعا كانت السفاره والخارجيه كانوا داخلين في الموضوع معانا، كنا يعني مشاركينهم معانا. الشغل بتاع السفاره والعلاقات تم وقف العمل لحين يعني تلبيه الطلبات اللي احنا قدمنا بيها. وعشان كده الامر ظل موقوف لمده سنه، الحكومه الاسرائيليه مش راضيه تستجيب لطلباتنا، واحنا رافضين نتنازل عن طلباتنا. طب ايه اللي خلاهم بقى بدأوا وانه بعد ما كانت ما فيش اي يعني ما كانش في اي تسوية ولا ورفض للطلبات والامر توقف، ايه اللي خلاه بدأ لما نمل علمكم يوم الاثنين الماضي بانه هم خلاص هيدخلوا، يعني ايه اللي خلاهم ياخدوا القرار ده انهم هيرمموا بالرغم من عدم التوافق؟ دي لا دي ظروف انا ما اعرفهاش، هو ايه اللي احنا فجاه لقيت وزير الاديان بيتصل السكرتاريه احنا محتاجين نجادل سيدنا، اخذ ميعاد بيقول لي انا بلغت قرار من رئيس الحكومه بيبلغهم انه خلاص صدر قرار بالترميم رغما عن اي احد ومش بالشروط اللي انتم طالبينها، بشروط الحكومة، الحكومة هي اللي هترمم على نفقة الحكومة، فقط يحق لمهندس إسرائيلي من طرفكم أن يدخل يتابع العمل مرة أو حاجة، ولازم يكون يعني تبلغونا بالاسم كتابيا وإلى آخره على شوية مواصفات. مهندس إسرائيلي، يعني هم قصدهم إن أنتوا تتفقوا مع مهندس إسرائيلي يكون هو اللي تابع ليكوا، بس لازم يكون إسرائيلي يعني. أيوه تمام كده. تمام. فطيب في نقطة فطبعا تانية، اتفضل يا سرعنا نعم. سرعنا بإرسال خطاب اعتراض على هذا الأمر، أها. وبإعادة
صياغة طلباتنا مرة تانية، إن إحنا تقدمنا الطلبات في تاريخ كذا وتاريخ كذا، وكل المكتبات بنقول فيها 1 2 3. طبعا تم تجهيز هذا الاعتراض اللي احنا تقدمنا به. فوجئنا بان السفاره بتبلغنا انهم جاهم خبر شفوي، مش حتى مش كتابي، وده مخالف للقوانين هنا، لازم كل التعاملات تكون كتابيه. جاهم خبر شفوي ان العمل هيبدا من يوم الاربعاء. اللي هو حصلت فيه بقى الـ اللي حصل فيه المشكله، الـ لا الاعتداء مش اللي ده حصل، اليوم بهذا المنظر السابق، الصعب جدا. لا لا، اليوم السابق للي حصل في المشكله. فاحنا طبعا صلينا كتاب، تفاهمنا مع، يعني عملنا كده كتاب مع بعض الاباء والشباب الشمس اللي موجودين معانا في الدير، صلينا كتاب وخلصنا الساعه 7:30، طلعنا على الدير. كانوا هم طبعا عندهم فكره ان احنا هنروح، فدخلوا مواد العمل والعمال، دخلوهم بدري الساعة 6:30 الصبح. ده اللي هو يوم الثلاث. وجدنا واقفة يعني بدون أي، ما كانش فيها أي حاجة، لغاية لما يعني قررنا مع بعض إن إحنا هنمشي. لكن الوقفة تاني يوم ما أعلناش عنها، كانت سرية. ابتدينا الوقفة بتاعتنا من الساعة 6 الصبح قبل ما أي حد يجي يكون متواجد من العمال. ابتدت الشرطة الساعة 7:30، ابتدى أحد ضباط الشرطة يبلغني يقول لي لابد إنكم أنتوا توسعوا المكان عشان العمال يدخلوا والأدوات تدخل. فأنا قلت له ده المكان بتاعنا ولم يتم التنسيق معنا في العمل، وإحنا بلغنا اعتراض محدش رد عليه. وتواصلت مع سيادة السفير، عرفت انه لم يصله اي قرار كتابي ببدء العمل. تمام. فقال لي انا عندي اوامر بفضل المجموعه اللي واقفه، لو مشيتوا بالزيوج هنمشي، لو ما مشيناش احنا عندنا اوامر عليا باستخدام القوه. يعني فقال لي ده هو المفروض قال احنا لكم كده، يعني يفت الان بنتونيوس قال لك انا عندي اوامر عليا باستخدام العنف. انا بلغت قلت له احنا مستعدين نموت، موتونا وادخلوا على الجثث بتاعتنا يا اما تنفعوا. احنا كمصريين وكأقباط تعلمنا في مصرنا وتعلمنا في كنيستنا ان ما نسيبش الاماكن بتاعتنا حتى لو فديناها بالدم بتاعنا. فابتدوا في اتصالات، وابتدوا استدعاء قوات اضافيه من الشرطه ومن الجيش ومن الخبرات، وابتدوا في المنظر اللي انت شفته بعد كده في الفيديو، تمام انتزاع الرهبان وسحل الرهبان والى اخره. طبعا، وكان منظر مؤسف جدا. هنا يمكن اللقطة كان اللي هو كان بيتكلم معاك من قبل الشرطة الإسرائيلية، وكان يعني واحنا شفنا مشهد انهم طلعوا كل الناس ونيافتك بس اللي بقيت في المكان. عايزين نفهم من وقتها بقى، هل بالفعل دخلوا ونيافتك بدأت تخ، ولا ايه اللي تم بعد المشهد ده؟ يعني انا عايز اعرف من نيافتك ايه اللي تم بعد ما انتهت الأحداث على كده وقبضوا على أبونا الراهب، وبعد التدخل المصري أفرجوا عنه، لكن الوضع إيه من امبارح والنهارده؟ دخلوا اشتغلوا وصلتوا لإيه بالظبط؟ دخلوا. دخلوا طبعا، هم دخلوا واشتغلوا، ولكن العمل هيتم عشان هم عندهم اجازات الجمعه والسبت، عمال يهود ويهود عموما، طيب. هيكملوا الشغل يوم الاحد. طيب في الفترة دي سيدنا يعني ايه اللي هيتعمل من هل بالفعل هل في دلوقتي مهندس اسرائيلي كنتوا اتفقتوا معاه برضو علشان يضمن انه ما تكونش في اي، يعني ما يمتدوش لاي جزء تاني غير الجزء الخاص ده بس، ولا ايه؟ هو طبعا لازم يكون في حد من تابع يتابع، مش هينفع اسيبهم يشتغلوا في بعض كده وانا يعني يعني توقفهم طبعا. فهل حد انا دخل ولا طبعا ده لسه هيكون وضعت من يوم الحد يا سيدنا؟ لا، ابتدي شغل من لا، نفس المهندس اليوم، اللي من طرفكم، من طرفنا، من طرف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هل في حد من طرفنا؟ دخل من نفس، لا اتصلت بيه من اول يوم، دخل يعني دخل معاهم من اول يوم، دخل من يوم الثلاث، يعني دخل كان خليك دخل تدخل، معاهم والأربع. دخل وصور وبعت لي الصور بتاعت التصوير بتاعه. لكن احنا طبعا في اتجاهنا للقضاء بحيث نعمل توقيف العمل باي طريقه،
لغاية لما نشوف الدبلوماسية تشتغل هو ازاي. المفترض العمل ده يعني موضوع الوقت قد ايه تقريبا سيدنا؟ يعني هل عرفتوا كده؟ يعني عرفتوا قد ايه وقت هيستغرقوه في الترميم ده؟ لا لا ما اعرفش، ما قدرتوش تعرفوا، ولا محرر المهندس قادر يقول نيافتك؟ ممكن تاخد في حدود الشهر شهر، في حدود الشهر. طيب لو لم يتوسعوا في العمل. تمام. طيب محتاجة بس نيافتك تحتملني، في ناس دلوقتي احنا ابتدينا نحكي القصة من ساعة ما انه الدير ده اهداه صلاح الدين للكنيسة، في ناس كانت بتتساءل طب قبل الوقت ده مين اللي بنى الدير؟ هل في كلام بيقول ان الاحباش ليهم هم كانوا في الاول قبل ما يهديه صلاح الدين؟ يعني في لخبطة شوية في الجزئية التاريخية اللي سبقت هذا الوقت اللي اهداه فيه صلاح الدين للكنيسة القبطية الارثوذكسية. لا الدير ما أهداهوش صلاح الدين الكنيسة القبطية، أهداه السلطان عبد الملك بن مروان في القرن السابع، عبد الملك بن مش مروان في صلاح القرن الدين. السابع. ولما دخلت الحملة الصليبية أخذت الدير من الأقباط، فأعاد مرة تاني السلطان صلاح الدين للأقباط، لكن هو لم يكن بدايته في تاريخ السلطان صلاح الدين. يعني من البداية سيدنا الدير تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من البداية خالص، تمام، من أيام القرن السابع. من القرن السابع، لأن كان في ناس مش فاهمة الجزئية دي وبتتساءل عن الجزئية دي، ماذا قبل يعني بداية بنى الدير ومين اللي بناه؟ يعني كده الدير كأنه من وقت من القرن السابع وهو تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تماما. تمام. والجزئية بس اللي حصل فيها ان هم وقت ما قدروش الأحباش انهم يدفعوا الجمارك المكررة واضطروا انهم يبيعوا برغبتهم او بإرادتهم الأماكن اللي هي مملوكة ليهم، فالكنيسة القبطية استضافت الأحباش في دير السلطان. هم ما باعوش، هو طبعا كان نوع من انواع الاستغلال الكنائس الاخرى، لما ما كانوش قادرين يدفعوا الضرائب اللي عليهم، فتوجهوا الكنائس اللي هي تعتبر كنائس غنيه، لان طبعا كانت الكنائس القبطيه برضه امكانياتها ضعيفه جدا، بتدفع ما عليها بالعافيه، فتوجهوا الكنائس للروم والارمن والكنائس الاخرى بانهم يدفعوا لهم الضرائب اللي عليهم، فاخذوا الاماكن بتاعتهم مقابل ان يسددوا الضرائب اللي عليهم. يعني الكنائس الاخرى هي اللي اخذت اماكنهم على اساس انه كانوا بيدفعوا الضرائب بدلا عنه. تمام. طيب ليه برضو الامر، يعني النهارده احنا برضو سمعنا من قداسة البابا ان كان في لجان وكان في جلسات كثيرة مع الجانب الاثيوبي، لان احنا هنا بنتكلم برضو على جزئية تانية، اذا كان الامر ما بيننا وما بين الكنيسة الشقيقة الاثيوبية هيتحل ده هيخلي ما فيش تدخل للجانب الاسرائيلي، ف ايه اللي تم في الامور دي وايه الاجزاء اللي هي فيها عراقيل لانه يتم اعتراف الكنيسه الاثيوبيه بحقيه الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه المصريه بهذا الدين؟ أنت أمام طرف آخر لا يريد التفاوض. لا يريد التفاوض. إحنا قدام طرف آخر لا يريد. سيدنا البابا كون لجنة وأرسلها لقداسة بطريرك أثيوبيا، ولكن كان الرد من قداسة بطريرك أن هذا الدير هو ملك للأثيوبيين ولا مجال للتفاوض حوله. هل اي شيء، يعني النهارده الموقف اللي احنا شفناه من الاسرائيليين، يعني دلوقتي واحنا اللي معانا الحكم من سنه 71 تقريبا زي ما نيافتك ذكرت وزي ما التاريخ بيذكر، يعني ايه اللي مخلي الجانب الاسرائيلي الى الان في ناحيه الجانب الاثيوبي؟ هناك مصالح. طب احنا علاقتنا كويسه المفترض سيدنا، يعني في الفتره الاخيره المفروض العلاقات المصرية الإسرائيلية يعني جيدة، فلماذا هذا الاستمرار في الجانب اللي ناحية الكنيسة الأثيوبية وإنه كمان مفيش ما يثبت كما سمعت، ولا في أي حاجة هم عملوها أي أوراق قدموها للجانب الإسرائيلي يا سيدنا؟ العلاقات شيء والمصالح شيء آخر. أوكي. هناك مصالح بين الدول، وده الكلام ده مش أنا بقوله من عندي، أيوه ده لما كان وزير الأديان بيزورني وطلبت منه بتكلم معاه، قال لي أنت بتتكلم في مصالح دول. مصالح دول. الموضوع ده أكبر مني بكتير، أنت بتتكلم في مصالح دول. طيب يعني احنا هنفضل طيب كده الأمر في هذا ليس الوضع يا سيدنا، لانه اللي احنا شفناه من تعامل كان شكل سيء جدا جدا
في بعض الناس برضو انا بقول لنيافتك تستحملني معلش عشان انا بطرح على نيافتك كل اللي برضو اتقال. في ناس قال لك اه ما هم كان لازم يتعاملوا بعنف علشان ما كانش في تصريح، واحنا عارفين ان الدول زي اسرائيل او اي دول اوروبيه او اجنبيه المفترض ان هم عندهم قانون، حتى لو انت هتقف وقفه سلميه فلازم تاخد تصريح، فانه التعامل ده كان زي ما هم قالوا نيافتك كده ان احنا معانا اوامر بالتعامل بالعنف لانه ما كانش في تصريح. هل دي برضو جزئية؟ اي التصريح هنا في إسرائيل لما يكون العدد هيزيد عن 50 فرد، تمام أقل من 50 فرد مش محتاج تصريح. حلوة قوي النقطة دي عشان برضو نرد بيها على الناس اللي هم برروا هذا العنف بانه ده من حقهم انهم يتعاملوا كده على اعتبار ان احنا كان المفروض ناخد تصريح، فدي جزئية مهمة جدا. الجزئية التانية سيدنا برضو ناس بدأت تكتب انه ايه يا جماعة انتوا بتكلمونا على المحبة ومفيش محبة، وهو معقول ان زعل بالطريقة دي يوصل كده وانتوا اللي خليتوا الامر يتطور لده وان يبقى في تعامل صعب مع الرهبان عشان الكنيسة الارثوذكسية يعني بتحارب على مباني مع ان في ارواح كتير بتبعد محدش بيهتم بيها. احتملني يا سيدنا انا اسف، انا عايزه نيافتك ترد على كل ده عشان نوضح للناس اللي بتتكلم بهذه الطريقه، نيافتك ترد عليهم. أنا هسأل هذا الشخص اللي بيتكلم بالطريقة دي سؤال واحد. نعم. لو أنت الجار بتاعك حصل مشكلة في الشقة بتاعته في السكن بتاعه، وأنت محبة منك وأنت إنسان يعني محب للآخرين، استضفته عندك يوم وجيته هو بيطردك من البيت بتاعك، هتقول المحبة وتقعد في الشارع؟ وانه اعتقد انه يعني المسيح برضو يمكن في اثناء حياته على الارض وضح هذه الامور كتير جدا، انه في فرق ما بين انه تبقى في محبة وفرق بانه في حق، ولا ايه؟ المحبة ما تخلينيش أتنازل عن حقوقي، تمام. المحبة ما تخلينيش أكون إنسان جبان أسيب مالية عشان تحت مسمى المحبة، لا، أنا تحت مسمى المحبة أستضيف أي حد، تحت مسمى المحبة أعطف على أي حد، أشفق على أي حد، لكن مش تحت مسمى المحبة أتنازل عن الحقوق بتاعتي، محدش قال الكلام ده. طيب في بقى الحلول يا القديسين سيدنا، يعني والشهداء، اتفضل القديسين نيافت كمل. والشهداء استشهدوا واتقطعت رجابهم على أبواب كنايسهم عشان ما يسيبوش كنايسهم لحد تاني. تمام. وان أنا ده لما دافع عن المكان بتاعي ده حق من حقوقي، لما أنا إمتى أكون ما عنديش محبة؟ وأنا جيت دلوقتي قلت أنا لو خدت الدير هطرد كل الأحداث مني، أنا قلت 100 مرة وفي كل لقاء بقول يا جماعة إحنا مش هنطرد الأحداث، وما حصلش على مدار التاريخ خالص، بالرغم إن هم عملوا مشاكل، أنا عندي مستندات عاملين مشاكل، المفتاح بس اتخطف من الكنيسة من رهبان الأخبار 3 مرات. الأشياء بتاعت الكنيسة اتسرقت من الكنيسة عند واحد، عندي وثيقة بكده معمولة في الشرطة. ده من امتى واحد تقريبا يا سيد؟ الكلام ده كان امتى تقريبا؟ السنين اللي فاتت؟ بيتراوح، أنا عندي وثائق من 1680 لغاية 1961. تمام. أحداث كتير حصلت فيها فكل ده تعديات وإحنا وفيها أخطاء من الأحباش يعني. كل ده وبنستقبلهم وبنقعدهم، وما حصلش ان في مطران من مطارنا طردهم من الدير، دي عددهم ما كام يا اسمهاش سيدنا؟ محبه. عددهم كام تقريبا؟ احنا فهمنا ان احنا عندنا راهب واحد فقط، امام كام؟ هم كام الموجودين هناك؟ هم العدد بتاعهم مش ثابت لان في دير تاني جنبينا ورا البطريرك هنا، فهم لما بتبقى في مشكله بيزود العدد من الدير من التاني، الدير لما التاني. بيبقى في شخص ممكن عدد يبقى 15 واحد موجودين 17 واحد كده يعني. تمام. طيب في اطار بقى ان احنا طبعا المشكله دي ممتده ليها سنين اهو، وبعد اللي حصل ده اعتقد انه في البعض طرح يعني مثلا زي الاستاذ سليمان شفيق كان قال ان احنا عندنا 3 حلول. الطريق القانوني لدينا 23 وثيقه وحكم المحكمه العليا الاسرائيليه، يجب استكمال الكنيسه للعمل القانوني عن طريق محامين اسرائيليين، او نضال سياسي ولن يصلح سوى الدوله المصريه والدوله الاردنيه لانهما يستطيعان عبر اتفاقيه كامب ديفيد ووادي عربه للاردن التمكن من السيطره سياسيا، وبدون ذلك حتى لو تم تدويل القضيه لن تقبل اسرائيل وسنخسر. يمكن ثلاثة، يمكن الاعتماد على المجتمع المدني والحقوقي في إسرائيل وخاصة المنظمات المصرية اليهودية، غير ذلك لن يصلح أي طريق. هل نيافتك أي حاجة من الاقتراحات دي ممكن يطبق، ولا نيافتك شايفين ممكن الحلول تكون إزاي؟ أنا ما قداميش طريق غير القانون والدبلوماسية، ما عنديش طريق ثاني.
القانون كلمة عن والدبلوماسية. نعم القانون، أنا رفعت قضية أي لسه موعدها يوم الأحد، قضية مستعجلة لسه هنشوف هتحكم بإيه، بس دي قضية قيس العمل لحل نفس الأمر، ده الموضوع الصغير، لكن الموضوع الكبير اللي هو حياة المكان وملكية المكان، ده موضوع محتاج قضية كبيرة، والمحكمة أجأت للجنة حكومية تشكل لجنة وزارية لدراسة الأمر، كان ده من 1971. وتشكلت لجان شكلية وصورية لم تعمل أي شيء من سنة 71. الطريق الثاني هو الدبلوماسية، والطريق الثالث هو الضغط الخارجي، لأن يعني عندي الأخبار بصوت المهجر والمصريين الخارج كلهم بيبتدوا يعملوا ضغط من خلال خارجيات دولهم وحكومات دولهم على، ويكون هناك يعني فتح للقضية وإشهار للقضية أمام كل العالم، ده هيكون وسيلة ضغط على إن الحكومة الإسرائيلية تبحث إزاي تعطي الحق من لصاحب الحق. بالفعل في طبعا جالنا من نيافة الأنبا سرابيون، واعتقد ان ده ايضا انتشر في كثير من المواقع الإلكترونية والمواقع يعني على السوشيال ميديا، بأن هناك حملة توقيعات نشدت فيها كل من أو يعني الآلاف من المسيحيين نشدوا الأمم المتحدة، منظمة حقوق الإنسان، مجلس الشيوخ الأمريكي، والمسؤولين عن البيت الأبيض الأمريكي لوقف الاعتداءات التي قامت بها قوات الشرطة الإسرائيلية على الدير واستخدامها القوة المفرطة غير المقبولة على الرهبان والشمامسة الأقباط المحتجين. والموقعون يمكن عرضوا باختصار تاريخ الدير، واللي بيرجع طبعا للقرن السادس والسابع زي ما نيافتك ذكرت، وانه رفض السلطات الاسرائيليه تنفيذ قرار المحكمه. ويمكن دي برضو جزئيه تسمح لي بس هرد بيها على اي حد بيقول ان في عنف، انه العنف بتاع الشرطه الاسرائيليه مبرر عشان احنا ما خدناش تصريح. طب وهو عدم تنفيذهم لحكم محكمه ده مبرر؟ يعني أعتقد دي برضو جزئية الحقيقة يعني يلام عليها الجانب الإسرائيلي، وإنه لم ينفذ الحكم محكمة من عنده، محكمة عليا إسرائيلية. يعني دي برضو حاجة غريبة يا سيدنا، يعني هل في سابقة زي كده؟ يعني المصالح تخلي حكم محكمة عليا لا يطبق؟ كل الأمور جائزة هنا. يعني الواحد متعجب الحقيقة. فنأمل يعني انه يعني يبقى هنا دبلوماسيا عن طريق برضو طبعا القنصليه والسفاره المصريه، اعتقد كان ليها دور، والخارجيه المصريه. ويعني احساسنا كده مش عارفه، يعني هل ممكن يكون في حلول قريبه ولا برضو هنستمر تاني؟ ومفيش برضو اي، هل مع الرئيسه الجديده برضو، احنا في رئيس جديد تم انتخابها لاثيوبيا، هل ممكن برضو يكون في علاقات ما بين الرؤساء، يعني ممكن تتحل او تتدخل مع الكنيسه الاثيوبيه، ولا الامر هيكون تماما المحكمه والضغوط الدبلوماسيه؟ أأمل أن يكون هناك طريق للحوار مع أي جانب أثيوبيا، أنا أرحب بأي حوار مع الأثيوبي، وسيدنا البابا مكون لجنة للتفاوض مع الجانب الأثيوبي، نتمنى يعني يكون هناك ترحيب بالمفاوضات. يعني إحنا أنا النهارده كان في أو إمبارح حوار مع وذكرت لي، بيقول لي ايه علاقتكم بالكنيسه وباخواتكم الاثيوبيين والاحباش، مش دول اخواتكم في الكنيسه؟ قلت له خارج نطاق دير السلطان علاقتنا في كل الحب وكل الاحترام والتقدير، ونصلي لديهم ويصلون لدينا، ولدينا في اديرتنا في مصر رهبان واسماء مشهوره جدا، ابونا عبد الثالوث الحبشي وابونا عبد المسيح الحبشي، وفي اسماء اخرى صحيح مشهوره ومعروفه يعني. لكن داخل دير السلطان الامر يختلف تماما، نحن نعامل منهم معامله ولا كاننا نحن مجرمون واحنا داخلين بس عشان ندخل جوه دير السلطان. شيء عجيب انه يكون في هذا الفصل يا سيدنا، يعني ونأمل انه يكون في، يعني انه طبعا اكيد هيكون في استمرار بجانب الامور القضائية يعني اللي نيافتك ماشيين فيها، وبجانب ايضا الضغوط من كل طبعا الاقباط في كل العالم على الخارجيات او الخطابات والتوقعات اللي احنا بدأنا فيها. لكن يعني نأمل ان الكنيسة الاثيوبية يكون في اي نوع من انواع التأثير عليها علشان
هو ده الفيصل. لو اتحلت اعتقد الجزئية دي مع الكنيسة الاثيوبية واعترفت. معلش في سؤال في النص، كان يعني هما معهم لا اي انا شيء؟ حابب بس احب اقول للمشاهد نقطه اتفضل. عشان يعرف بس مستوى العنف اللي موجود داخل اخواتنا الاثيوبيين داخل دير السلطان. اهل ابراهام المطران السابق فقد نظره بسبب ضربه من احد الرهبان الاثيوبيين داخل دير السلطان، يا ربي. فقد نظره لمده 10 سنوات. اهل مطران موجود 10 سنوات مش بيشوف بسبب إصابة من أحد الرهبان داخل دير السلطان. يعني عاوز أسمع رد الأخ اللي بيتكلم عن المحبة. يعني هم الأب ده نفسهم بيتكلم في بيتعاملوا مدرسية. بعنف بينهم وبين بعض ومع المطران او المطران بتاعهم او رئيس الدير بتاعهم. هم بيتعاملوا معانا إحنا بالعنف مش بينهم وبين بعض، معانا إحنا بس. الأب فاسيليوس وشه اتضرب ضربة اتفتح وأخذ 9 غرز بسبب دير السلطان. يا رب يسوع. يعني فعلا يعني التعامل بشكل غريب جدا، اللي هو زي ما قدسك بتقول فين المحبة هنا من جانبهم في كل التعاملات دي؟ يعني التعامل من جانبهم تعامل عنيف جدا بسبب دي. هل معاهم أي ماذا شيء؟ قدمت، يعني ماذا قدمت كنيستنا عشان تاخد منهم هذا الرد الفعل؟ عملت ايه معاهم غير استضافتهم في المكان بكل الحب واتفضل عيش معايا في المكان بتاعي؟ فما فيش مفروض انه ده يكون الرد، يعني حتى من ناحية الايمان المسيحي برضو الارثوذكسي اللي هم المفروض بيؤمنوا بيه، يعني فالمفترض انه يكون التعامل من ناحيتهم مختلف. اي اوراق معاهم يا سيدنا؟ في اي حاجة معاهم؟ يعني اللي مخلي برضو الجانب الاسرائيلي، حتى يعني انا مكسوفة للجانب الاسرائيلي، انت النهاردة واقف مع ناس معتدين ووضعوا ايديهم على الدير، واحنا اللي معانا كل الحكم ومعانا كل الوثائق. ايه اللي معاهم؟ ايه اللي مع الجانب الحبشي؟ لا شيء. ما ادعوه امام المحكمه على حسب ما سمعت من المحامي ايوه. ان كان معهم مستندات وقد حرقت. طب وانا المفترض ان الحكومه كده الجانب الاسرائيلي ماشي معاهم على اعتبار ان هم الصادقين، يعني معاهم مستندات وحرقت، واحنا المستندات اللي معانا من السنين الطويله دي كلها دي مش حاجه، يعني مش عارفه. طبعا عارفه ان يفتك. نعم عشان كده بقول لحضرتك ان في مصالح. صحيح صحيح. وان المصالح احنا بنشوف للاسف في امور كتير سياسيه بنتعامل فيها او بنتحدث عنها انه بالفعل المصالح بتغطي على اي شيء، حتى ايفن حتى لو حقوق انسان، فما بال بقى ان احنا بنتكلم عن حق ملكيه مكان. يعني فاحنا بنشوف يعني ناس بتقتل ويدارع، يعني والامور تدارى على مين اللي قتل، مين المسؤول، مين اللي امر في سبيل المصالح، ما بال الاماكن. يعني اذا كان البشر ما لهمش قيمه عندهم، فالاماكن امام المصالح هتكون برضو للاسف ما لهاش قيمه. تحب تضيف حاجه تانية نيافه الانبا انطونيوس؟ أحب أضيف بالنسبة لكل مشاهد، نعم. إحنا محتاجين الدير ده قيمة رهيبة المحاكمة القبطية. نعم. الدير ده يعتبر الدور العلوي من كنيسة القيامة، كنيسة القيامة جزئين، الكنيسة نفسها وبعدين مغارة الصليب اللي هي بنميل لها من كنيسة القيامة بحوالي 30 40 سلمة تحت نعم اللي اكتشفت فيها الملكة هيلانا الصليب المقدس. نعم فوق هذه المغارة الدور العلوي بتاعها عشان كده يعتبر في مستوى الأرض دير السلطان، ومن هنا ترجع قيمة وأهمية دير السلطان ومحاولة الأحباش التمسك بيه، لأن مغارة الصليب تحت كانت ملك الأحباش لما ما قدروش يدفعوا الضرائب. وهي ملك مين دلوقتي؟ دلوقتي حاليا تحت ما سمعتش، ما لسه، انا اسفه يا سيد. الأرمن الارمن. طائفة نعم الأخباط الأرمن الأرثوذكس. تمام. فهناك أهمية كبيرة لهذا الدير نظرا لتميز هذا الموقع. طبعا تميز الموقع وهم يعني مصرين يتمسكوا بيه، ان تحتي مغارة صليب كانت ملكهم هم زمان لما ما قدروش يدفعوا ضرائب، فهم لما فقدوا تحت عايزين ياخدوا فوق مكانه. نعم انت فكرة؟ أي ولكن الأحقية الكاملة لنا ومعنا من المستندات ويعني من خلال الحوار مع نيافتك والأمور دي كلها من الواضح أنه الأمر لسه محتاج أعوام أخرى، يعني إلا بقى لو
يعني معجزة كده، ويعني الجانب الأثيوبي بدأ يعني فعلا يقبل بالتفاوض، وبدأ يعني يدرك إنه ما يفعله يعني لا يليق لا بالإيمان المسيحي ولا بإيمان كنيستنا، ولا أساسا إنه يكون ده التعامل اللي هو رد الجميل للاستضافة كل الوقت ده. عشان كده أحب أقول لكل مشاهد لا تتنازل عن ديرك، المكان ده مكان مقدس يعلو كنيسة القيامة، هو قيمة لا تقدر، هو ملك لنا ولكل الأجيال القادمة من الكنيسة القبطية، هو مكان جاهد ودافع عنه آباؤنا اللي زي ما قلت واحد من الأنبا أبراهام فقد نظر 10 سنين بسبب الدير. لا يمكن أن نفقد هذا المكان، ده المكان بتاعنا والمكان اللي بلغتهم في يوم من الأيام، ولا نتنازل عنه أبدا عشان ما نكونش خاينين لكنيستنا وخاينين لأولادنا والأجيال القادمة بعدين. صحيح صحيح يا سيدنا، اتمنى ان الرساله تكون وصلت، واتمنى انه كده كل اللي كان ليهم اي يعني نقاط كانت بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نكون ردينا عليهم، ونيافتك رديت عليهم، واعتقد انه بنامل انه الكل وكلنا نتكاتف ونستمر في انه نحافظ على ملكيتنا وعلى حقنا في هذا الدير الاثري وهذا الدير المتميز. بشكر نيافتك شكرا جزيلا وجود نيافتك معانا النهارده، وهنتابع ونامل يا رب ان تحصل معجزة فعلا، ويكون فيه برضو أيضا صلوات كثيرة ترفع من هذا لهذا الشأن إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا يافت الأنبا أنطونيوس وجودك معنا النهاردة.